علاج طبيعي للركبة. مرحبا وأهلا وسهلا بكم أعزائي في هذه الحلقة. هناك بعض الأشخاص الذين يقولون أن أقوم بتخصيص هذه الحلقة لعلاج آلام الركبة بالأعشاب. أعزائي، الألوفيرا واحدة من الأعشاب الأكثر شيوعا في الطب البديل، والتي تشتهر بخصائصها العلاجية المتعددة، حيث تستخدم لعلاج وتخفيف آلام المفاصل والركبة. أيضا نستطيع اللجوء إلى الشاي الأخضر، وأيضا الكركم. خاصة أعزائي، الكركم له فائدة عظيمة في علاج آلام الركبة. وأيضا الزنجبيل أعزائي، إذا تم تناوله بشكل يومي سوف يساعد بإذن الله على علاج آلام الركبة والمفاصل المتواجدة في الركبة. وإلى اللقاء.